إذا يمكن نبدأ الآن. صحيح. إذا قالوا لنا نذيب حجم في من غاز كلور الهيدروجين في حجم في اس للماء الخالص للحصول على محلول مائي لكلور الهيدروجين H3O بلس زائد سائل موا تركيزه المدخل والسسف 10 ناقص 2 قياس البي اش اعطى 2. اكتب معادلة تفاعل حمض قاعدة محددا المزدوجتين المتدخلتين الى غير ذلك من انجز الجدول الوصفي بحالته الاربع. عبر عن التقدم الاقصى اكس ماكس ثم بدلاله معطيات التمرين ثم اكس فينال فاستنتجته. اذا بالنسبه للسؤال الاول فالمعطيات عندنا هنايا غاز كلور الهيدروجين اش سائل زائد اش 2 او. نعم غادي يعطينا اش 3 او بلس زائد السائل موا. هنا الطباشير. إذن السائل غاز زائد H2O ليكيد غادي يعطينا H3O بلس أكو زائد السائل موا أكو. إذا هذه المعادلة ومعها غادي ندمج في بعض الأحيان الإجابة على السؤال الأول يمكن أن تكون ضمن السؤال الثاني اللي فيه جدول. نعم قتنا المزدوجات اش كيتلاحظ أن اش سائل غادي يعطينا H بلس زائد سائل موا و H 2O زائد H بلس غادي يعطينا H 3O بلس. إذا هنايا غادي يكون المزدوجة هذا فقد بروتون إذا هي H سائل على سائل موا وهذا غادي يكون H 3O بلس على H 2O. هذوما المزدوجتان المتدخلتان في هذا التحول. قلت لا ننسى ان في التمارين ديال هذا الدرس تعطى اسئله تخص تعريف الحمض والقاعده حسب برونشتين. هذه الحاله البدئيه الحالة الوسيطة أو خلال التطور، الحالة النهائية وهذه الحالة القصوى. فيملأ بكمية المادة، فكمية المادة المدخلة ردوا البال هنايا كان إمكان التمرين يتطرح يعطيونا حجم ديال الغاز ويعطيونا الحجم المولي. يجب أن نميز بين هذا الدل وهذا البأس. عندك هذه بحجم كبير وهذه بحجم صغير واضفت لها اس يعني لو فوليوم دو سوليسيون. فيمكن في تمرين ان يعطينا حجم الغاز ويعطى الشروط التي تم قياس ذلك الحجم او يعطى لنا الحجم المولي. وبالتالي بالنسبه للغاز غير باش نتذكر ان في ديال واحد الغاز في واحد الغاز يساوي كمية المادة ديال الغاز في VM في الحجم المولي. هذه العلاقة بين الحجم المولي وحجم الغاز وهذه كمية المادة. في هذا التمرين ما غادي نستعملوش هذه العلاقة هذه. متفقين؟ هذه العلاقة ما نستعملوهاش في التمرين لأن عطاونا مباشرة التركيز المدخل ديال هذا النوع هذا. متفقين؟ إذا خصنا نردوا البال كمية المادة حسب مع من كنتعامل. فعندي التركيز المدخل ديالو وعندي الحجم. إذا هنا هو السي في في اس.
هنا الماء وفيه. فعندما نتعامل مع المحاليل المائية لبعض أنواع الكيميائية فدائما يكون الماء وفير. باش كنعرف أنه الماء وفير، نذيب كذا في لتر من أو في حجم من الماء. ودابا هادشي اللي بغيت علاش ما درتش في؟ دابا هذا مدخل دخلناه، قبضنا داك الغاز ودخلناه لي قمنا العمليه كتم هكذا. مثلا غادي ناخذ هنا واحد الحجم، هذا شحال هو فاس؟ لنفترض 100 مليلتر ديال الماء الخالص. شنو دخلت؟ دخلت الغاز ديال HCl. كيبقى هذا الغاز هنايا حتى كنتاكد بان التركيز ديال المدخل اللي كيمكن لي نكتب هكا HCl صفر، يلا اللي دخلته في الحضر صفر، يساوي 10 ناقص 2. بمعنى انني اتعامل مع محلول، هذا راه مذاب، هذا HCl دخلناه مذاب في المحلول وعطانا التركيز ديالو هو 10 ناقص 2. بتعبير اخر كان بامكان انني نقول لك بان ادبنا واحد الحجم مثلا 0.24 لتر من غاز كلورور الهيدروجين في حجم فاس 100 مليلتر في ظروف يكون الحجم المولي هو 24 لتر. متفقين؟ كان بامكان نعطيوه بصيغه اخرى ونستغل في هذه الحاله الصيغه الثانيه مشابهه لها. نذيب حجم من غاز كلورور الهيدروجين في ماجيسكول يساوي 0.24 لتر في ظروف تجريبيه يكون الحجم المولي هو 24 لتر مول ناقص واحد في حجم 1 لتر من الماء الخالص. ياك هاد الحاله هادي شنو غادي ندير؟ غادي نقول بان التركيز المدخل ما غادي يعطيونيش هاد السيف، ما غادي يعطيوهاليش. غادي نقول شنو هي كميه الماده اللي استعملت هنايا؟ غادي نستعمل هاد العلاقه هادي، كميه الماده هي الحجم على الحجم المولي هي 0.24 على 24 غتعطيني 10 ناقص 2. غادي نجي لهنا ونكتب 10 ناقص 2. ملي كيعطيوني التركيز خصني ندير الحجم ونفكر بان الحجم ديال المحلول. ملي كنقرا الحجوم في واحد التمرين بالنسبه للسي خص حجم المحلول وبالنسبه لكميه الماده ديال الغاز كيخص الحجم ديال الغاز على الحجم المولي. واضح؟ اذا غادي نزولوها من البال الان. اذا غادي نكمل هنا، مازال ما تكونش، مازال ما تكونش هنا صفر في اس ناقص اكس، هنا اكس وهنا اكس، صفر في ناقص اكس فينال، اكس فينال وهنا اكس فينال، صفر في ناقص اكس ام، اكس ام وهنا اكس ام. هذا الجزء هذا سهل، فقط كيخص الواحد يتمكن من المراحل ديالو وشنو هما. نفس العلاقات نجدها في كل التمارين، عندما نعالج حمض مع الماء كيف ما كان بتتبع البي اش فدائما غادي يكون عندنا نفس الطريقه ديال الحل. السؤال الموالي جيم، عبر عن التقدم الأقصى إكس ماكس. كيف نحدد إكس ماكس؟ نعم نعم سنع إكس ماكس أو الحالة القصوى هو أننا نفترض أن
نهاية أو أن التفاعل وصل إلى حالة باختفاء المتفاعل المحيط. تفقد؟ إذن بالنسبة لنا ماشي هذه افتراض، كما لو أن هذا التفاعل أدى إلى اختفاء المحيط، فالمحيط هنا هو السأل، هذا وفير، وبالتالي إكس ماكس توافق أن إن ديال السأل المحيط تساوي صفر، اختفاء كلي للمحيط، بمعنى أن سيف إس ناقص إكس إم كتساوي صفر، بمعنى أن إكس ماكس تساوي سيف زي إس. هذا فقط جزء من السؤال جيم، ثم عبر عن إكس فينال بدلالة في إس. إذن شنو هي الدلالة؟ كيف قلنا في المقدمة ديال الحصة، الدلالة ديال إكس فينال مرتبطة بماذا؟ لا باش مرتبطة، إذن قلت إكس فينال خصها تكون في الذهن ديالي مرتبطة بقياس دائما، إكس فينال مرتبطة بقياس. ومنه يجب ربط القياس ب إكس فينال في الجدول، إكس فينال في الجدول. إذا غادي نمشي للجدول ونشوف شكون هي المقادير اللي فيها إكس فينال وشكون هي اللي عندها علاقة بالقياس. كنلاحظ أن هنا عندي سأل موا وأشتر واو بلس بجوج بيهم مرتبطين ب إكس فينال، لكن القياس يخص البي أش والبي أش مرتبط بأشتر واو بلس. إذا التركيز ديال أشتر واو بلس النهائي يساوي إكس فينال على بي أس، ومن ثم غادي تكون اكس فينال كتساوي هو التركيز ديال اشتر و اوبيوس فينال فوا في اس. نكملوا هذا السؤال وناخذوا خمس دقائق. استنتاج عندنا التركيز ديال اشتر و اوبيوس فينال كيساوي 10 أس ناقص البي أش، ومن ثم يمكن نكتب بأن إكس فينال كتساوي 10 ناقص بي أش في في إس. وإلى رجعنا للطو، طو كتساوي إكس فينال على إكس ماكس كتساوي 10 ناقص البي اش فوا في اس على السي فوا في اس، ومن ثم يمكن نكتب بان طو كتساوي 10 ناقص البي اش على السي، والحساب ديالو كيعطينا غير باش ما نبقاش التمرين 10 ناقص 2 على 10 ناقص 2 كيساوي 1. اذا غادي نقولوا بان التحول نعم كلي د، التحول المدروس
كلي وتام. هذا هو التطبيق الأول. إذن التمرين يقول: ندخل في حوجلة معيارية ذات حجم V 500 ملليلتر، حجما V صفر كيساوي 1 ملليلتر من حمض الإيثانويك الخالص، ثم نتمم ملء الحجم بالماء الخالص لنحصل على محلول مائي لحمض الإيثانويك. قياس الـ pH أعطى 3.1. احسب تركيز المدخل لحمض الإيثانويك في المحلول المائي. اكتب معادلة التفاعل الحاصل بين مع تحديد مزدوجتان متداخلتان. ثالثا، انجز الجدول الوصفي. رابعا، اوجد تعبير اكس فينال واكس ماكس، ثم استنتج تعبير اكس طوب بدلالة معطيات التمرين. اوجد تركيز الانواع الكيميائية المتدخلة عند الحالة النهائية. حدد طبيعة التحول الخالص. أعطونا الكتلة الحجمية للماء هي 1 جرام، أعطونا الكثافة ديال الحمض هي 1.05. كثافة حمض الإيثانويك الخالص. من الصعوبات اللي غادي تصادفنا في هذا النوع من التمارين، لا سيما السؤال الأول الذي يخص تحديد تركيز ديال النوع الكيميائي المتفاعل مع الماء. فهذا التمرين غادي نبداوه بسؤال اللي هو نسبيا سهل مقارنة مع أسئلة أخرى. هنا غادي نستعمل واحد القنينة ديال مادة خالصة اللي هي حمض إيثانويك. يجب أن نميز بين مادة خالصة وبين المحلول المائي. فالقنينة اللي عندنا مثلا في المختبر هي لحمض الإيثانويك الخالص، أو قد يكون بنسبة مئوية غادي نتكلموا عليها فيما بعد. وانطلاقا منه غادي نحضروا المحلول المائي، أو أننا سنجري تفاعل كيميائي بين كمية مادة من هذا الحمض في حجم معين من الماء اللي تقريبا نقولوا هو 500 ملليلتر. إذا التفاعل اللي غادي ندرسوا هنا هو حمض الإيثانويك مع الماء. السؤال الأول هو حساب التركيز. فتركيز واحد المادة هي كمية المادة المدخلة على الحجم اللي غادي تواجد فيه. كمية المادة المدخلة هي موجودة في الحجم الفيصل اللي خديناه من القنينة، واللي عنده معطيات ديالو عاطينا الكتلة المولية. فالكتلة المولية ديال الحمض هي 60.05 جرام مول بنزين، وعطينا الكثافة وقالوا لنا بأن نسبة خالص ما بين 99 إلى 100%، يعني يمكننا نعتبره خالص. بمعنى ماذا؟ ماذا يفهم من خالص؟ ذاك القنينة شنو غادي يكون؟ كنتكلموا على حمض الإيثانويك هو CH3COOH. عندما أتكلم خالص أن ذاك القنينة لا توجد إلا هذه الجزيئات هي CH3COOH. عندما يكون بنسبة مثلا 60%، نسبة كتلية في هذه الحالة، إذا خديت 100 غرام من تلك القنينة، فقط 60 غرام تمثل تلك المادة الموجودة في تلك القنينة. ما بقي هي مواد أخرى، إما ماء إما حسب ما هو مضاف لتلك المادة. بمعنى غادي يكون أمامنا أنني كيفاش نحسب كمية المادة انطلاقا من الكثافة، هذه الصعوبة الأولى. وثانيا أن ذلك المادة ليست خالصة ب100%، وإنما بنسبة كتلية معينة. دابا نخليو النسبة الكتلية لتمرين آخر ونتعاملوا مع أنني خديت واحد القنينة مادة خالصة. صافي. إذا السؤال الأول، شو طالبين منك؟ التركيز.
إذن فالتركيز سي هي كمية المادة ديال سا ثلاثة سي أو أو أش على الحجم اللي موجودة في هذه كمية المادة. متفقين؟ إذن كمية المادة هنايا منين جاي؟ كمية المادة كنا شفناها دائما كنكررها، إما أن عندي غاز كيف شفنا في التمرين السابق هي الحجم ديال الغاز على الحجم المولي، إما جسم صلب هي الكتلة على الكتلة المولية، إما موجود في محلول مائي هو التركيز المدخل في الحجم اللي موجود فيه، وإما جاي من سائل. إلا كانت عندي الكتلة ديالو سهل كنطبق، كان عندي الحجم كنقول بأن كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية، وهذا بمعنى سائل هي رو في في، فالحالة بيزرو على M. لاحظوا أن درت هنا الكتلة مباشرة، لماذا؟ أعتبر أنني أتعامل مع محلول مع مادة خالصة، واضح؟ بين أن راه هذه العلاقة ما كتكون صحيحة حتى كنقرأ أن ديال المعطيات 100%، واضح؟ كنا نتكلموا عليه لما كانش خالص كيفاش نتعامل، فإذا ما كانش خالص خصني ناخذ الكتلة ديالو ديال النوع هي ذاك البورسنتاج فاش في الكتلة ديال فين هو موجود، شنو هي النسبة؟ هي كتلة مثلا إذا كان بنسبة 60% لنفترض هاد 60% غادي تكون الكتلة ديال الحجم على الكتلة ديال المحلول هي 0.6، ومن تما غادي نخرج إذا بصفة عامة، إذا بغينا نكتبوا بصفة عامة ويمكن تخدموا في انتظار أننا نديروا تمرين، أن هاد إم هي دائما البورسنتاج في إم ديال إس اللي هي البورسنتاج فرو فيزو، وهذا البورسنتاج هذا النسبة هي ما بين هاد بي ما بين حتى الواحد. متفقين؟ في الحالة ديالنا حنايا هذا خالص، إذا واحد 100% يعني واحد. متفقين؟ إذا هذه في حالة كان الحجم غير خالص، مثلا إلا قالوا لنا غير 78-98% أو قالوا لنا 95% خصني نضرب هنايا 0.95. صافي؟ إذا هذا غادي نخليوه وغادي ندرسوه فيما بعد إن شاء الله. إذا يمكن لي نقول بأن هنايا حسب هاد الشيء كتبت هنايا بأن هذا التركيز كمية المادة هي داك بي في رو في فيسر على دروم تاني. ويمكن لي نكتب الآن التركيز النهائي، هاد السي هو بقى لي ندخل غير في اس هو بي فرو في في صفر على دونتيم في في اس. هنا مشكل عندنا من الصعوبات اللي غادي تبقى تصادفني هنايا، هي ملي كنكتب هذه العلاقه هذه هناك مشكل ديال الوحدات، فكيخص هذا التركيز يكون بهذا، راه خص الوحدة هنا فد تساوي رو بوحدة جرام على سنتيمتر مكعب. بغي باش نسهل عليا الحساب، باش نسهل عليا الحساب، ملي كيعطيني الدي كتساوي 1.05 كيمكن لي نكتب نقول بان رو هي 1.05 جرام على سنتيمتر مكعب. الحقيقة خصني ندير شنو؟ هي الكثافة دي هي رو على رو صفر، لأن الكثافة بدون وحدة، فمني كناخذ هذه 1 جرام على سنتيمتر مكعب حتى هذه غادي تاخذ 1 جرام على سنتيمتر مكعب، بمعنى أن رو كتساوي رو صفر في الدي. فإذا خديت هذه بسنتيمتر
بالغرام على سنتيمتر مكعب، غادي تصبح هذه بدون وحده، وغادي تكون هنايا غرام على سنتيمتر مكعب، وغادي تكون هنا وحده ديال غرام على سنتيمتر مكعب. فين هي الصعوبه؟ خصني هذا نديرو بالسنتيمتر مكعب او المليليتر. دابا ندير التطبيق هنايا، هاد السي كتساوي هاد بي، شنو قلنا النسبه هو خالص 100%، ما غادي نديرش 100، 100 على 100 قالوا لي 95، 95 على 100، اذا غادي يكون واحد اورو. غادي ناخذها هاد 1.05، كيف غادي ناخذها بهذا الواحد 1.05، وغادي ناخذ هاد الفي باش خصني ناخذو بالسنتيمتر مكعب اللي هو المليليتر، هو واحد. صراحة كنشوفك غادي معايا مزيان ولا مزيان؟ شوف هاد رو الوحدة اللي غادي نستعملها هي اللي خصها تكون عند الفي، والرد بالي راه غادي تكون بالغرام على الغرام على المليليتر ولا السنتيمتر المكعب، هذا بالسنتيمتر المكعب. هنا خديت علاش؟ لأن هذه بالغرام على السنتيمتر المكعب، وهذا السنتيمتر المكعب كيختزل كتبقاي السنتيمتر المكعب. غادي نهبط للمقام، ام عطوني هي 60.05، لكن الوحدة ديال التركيب شنو هو؟ مول على الليتر، إذا هذا الفي اس خصو يكون بالليتر. هذا الفي سف إلا خديته بالسنتيمتر المكعب كيخسرو تكون بالغرام على السنتيمتر المكعب، باش كيتختزل السنتيمتر المكعب. وغادي تكون عندي هنايا في اس شحال 0.5 لتر، 500 مللتر هي 510 × 3 هي 0.5 لتر، غير باش نكتب. وبالتالي الحساب هذا اللي غادي يعطيني السي، واضح؟ كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية، بما أنه سائل من ما كنعرفش النسبة ديالو بصفة عامة، عنده واحد النسبة ديال خالص، واحد النسبة نوع خالص بنسبة ما، كنقول بأن هذه الكتلة هذه اللي عندي في هذيك المينا راه هذاك النسبة في الكتلة اللي كاين كامل، هاد ان اس شنو هي؟ هي الكتلة ديال المحلول اللي موجود فيه، متفقين؟ وبالتالي يمكن لي أنني نستعمل هاد العلاقة هذه. سنعود للتمرين كيعطيونا نسبة في هذه الحالة. إذا بالكالكولاتريس نحاول نحسبوا تقريبا 0.0 هي 13 − 2، سي هي 13 × 2 مول لتر ناقص 1. إذا هذا كان السؤال الأول. راه من بعد 3 كاين 4، يمكننا نقولوا 3.5. ثلاثة فاصلة أربعة بعد 4 كاين 9، يمكننا نقولوا هي 3.15 × 2 مول لتر ناقص 1. من المفروض في امتحان بكالوريا او في فرض السؤال غادي يكون ماشي احسب تركيز، بل خصو يتطرح بالصيغه التاليه: بين ان تركيز سي يساوي 3.15 × 2 لكي نتمكن من انجاز الاسئله المواليه. فتطرح بهذه الصيغه داخل القسم، لاننا يمكن ماشي مشكل اننا الى ما عرفناش فالحل غادي يكون أمامكم في الصبورة، بينما في الواقع خص يكون معطى في تمرينين في فرض أو في امتحان بكالوريا. طلبين منا نجزو
الجدول الوصفي. إذن سأكتب أكتب المعادلة قبل ذلك. ساش ثلاثة سيوكو أش زائد أكتو زائد أش دوزو غادي تعطينا ساش ثلاثة سيوكو موا زائد أش طوى أكوس هنا أكو هنا أكو. ومن خلال المعادلة فالمزدوجتان متدخلتان هما ساش ثلاثة COOH على ساعة ثلاثة COOH و H3 أو بلس على H2 هذوما المزدوجتان المتدخلتان. السؤال الموالي هو إنجاز الجدول الوصفي. إذن خديت هذه المزدوجات التي كتبت تحت ناخذ غادي يكون عندنا سي في في سي في في اس هنا و في نسف نسف سي في في اس ناقص اكس 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 و سي في في اس ناقص اكس فينال هنا اكس فينال وهنا x في. نعم يمكننا من هذه نديرو x max بتعويض x final x max يمكننا نخرجو سهل نطبقو لمعرفة x max. الآن السؤال الموالي وهو السؤال 4 يلا عطوني كيفاش نطلق نفس راه الطريقة اللي درناها في التمرين السابق ديال دراسة التحول هل هو كلي أم جزئي الأول راه نفس المنهجية إكس فينا شنو
اكس فينا كنا مرتبطه بالقياس، القياس في هذا التمرين هو البي اش. اذا غادي نكتب اكس فينا كتساوي كميه الماده ديال اشتر او بلس النهائيه، واللي التركيز النهائي ديال اشتر او بلس كيساوي اكس فينا على في. شنو سماو هنايا في حجم المسير درقي، و اكس ماكس صفر في اس، الى سميناه في اس خصنا تكون في اس ناقص اكس ماكس كيساوي صفر. اذا نقول اللي هو اكس فينا خصكم تدربوا على هذا العمل اللي عندنا، ستجدونه دائما في تمارين هذا النوع. اذا ما يعطينا هو تركيز ديال اشتر او بلس فينال على سي، واللي هو الى عودنا العلاقه ما بين التركيز ديال اشتر او بلس نعم هو 10 ناقص 2 في تي اش. اذا تو هو 10 ناقص تي اش على السي. نعم تو هي 10 اس ناقص 3.1 على 3.5 10 ناقص 2. نعم 0.02 0.02 من بعد جوج نقولوا 3. إذا يمكننا نكتب بأن طو تقريبا 2%. ماذا يفهم من هذا طو 2%؟ نعم نعم لا، القراءة ديالنا لها 2% بالنسبة نعم هو تفكك هو في الأصل هي نسبة مئوية في أصل 100 جزيئة ديال سي اش 3 سي او او اش دخلت للمحلول، هاي هذه موجودة في المحلول الداخل، لكن فقط جوج منها كيتفكوا وكيعطينا سي اش 3 سي او او موا زائد اش 3 بلس. هذا هي الدلالة، بمعنى أن التفاعل قلنا جزئي ومحدود. تو أقل من واحد، تفاعل جزئي ومحدود. السؤال الموالي طالب منا اوجد تراكيز الانواع الكيميائيه المتدخله، عاده النوع اللي كيكون بوفره لا نهتم بحساب تركيزه فقط الانواع الاخرى. يلا عطوني كيفاش شنو كتلاحظوا بعد اولا التركيز النهائي ديال اشتر واوبيوس كيف هو بالنسبه للتركيز ديال اشتر واوبيوس ديال سي ان موا ساوين بلا لا هذه الحالة النهائية عندهم نفس كمية المادة النهائية. إذا شنو عفوا اشتر او بلس مع السي سي ال 3 سي او او موا فينا هادو بجوج سي ال 3 سي او او موا مع اشتر او بلس كيساوي هما اكس فينال على في اس. وهذا التركيز ديال اشتر وان بلس شنو هو؟ هو 10 ناقص في اش. اذا يمكن لي نكتب بان هذا التركيز ديال اشتر وان بلس
النهائي كيساوي التركيز ديال اش ساش 3 سي او او موا النهائي كيساوي 10 ناقص 3.1. ما غادي نخليش هكذا، خصني نستعمل الآلة الحاسبة. تساوي 7.94، كنا نقولوا هي 8 تقريبا 8 10 اس ناقص 4 مول لتر مول. اذا نردوا البال، الانواع اللي عندهم كميه الماده النهائيه متساويه فعندهم نفس التركيز النهائي. شنو بقى لنا الان؟ التركيز في المعادله هو اللي كنعرف، عندي حمض ايثانويك، عندي الماء، عندي ايون الايثانوات، وعندي ايون الاوكسونيوم. هذا حسبتهم، شنو باقي لي؟ ساش 3 سي او او اش هنايا، ساش 3 سي او او اش فينا تساوي ماذا؟ تعرف شنو هو كمية المادة النهائية ديال ساش 3 سي او او اش على في اس؟ منين غادي نجيب هاد كمية المادة هاد؟ هاهي كتساوي ماذا؟ سي في في اس ناقص اكس فينال على في اس. غادي نفكك هاد العلاقة هادي، غادي تعطيني التركيز النهائي ديال ساش 3 سي او او اش يساوي ماذا؟ سي في اس مع في اس كتبقى سي ناقص التركيز ديال هذا على في اس، وهذا شنو هو؟ نعم التركيز ديال اش هو اوبيوس النهائي. نعم تطبيق عددي هي 3.5 10 ناقص 3 ناقص 8 10 ناقص 4 7 2.7 10 ناقص 3 نعم 2.7 10 ناقص 3 مول علم. شنو كيتلاحظ؟ كيتلاحظ ان هذا المتفاعل اللي من المفروض انه يكون اختفى بالنسبه الى كان تفاعل كلي فلا زال موجودا عند، وهذا الشيء اللي قلنا بان التحولات غير الكليه عند الحاله النهائيه تتواجد الانواع الاربعه المتفاعلات والنواتج طبيعه الحال اذا كان المتفاعلان جوج والنواتج جوج. نعم نقول الانواع متواجده. هذا السؤال السادس، تو اقل من واحد ومنه فان التحول جزئي ومحدود. وكنضيف واحد الجمله، يؤدي الى توازن كيميائي. كل التحولات اللي هي جزئيه ومحدوده مآلها التوازن الكيميائي، يعني أن هذه القيم هذه اللي حسبناها هي القيم النهائية، لن تتغير بعد الحالة النهائية. نقول أننا حصلنا على توازن ديناميكي، واللي قلناه في البداية ديال هذاك، ما يتفاعل من المتفاعلات ينتج عن طريق تفاعل النواتج لتعيد إنتاج المتفاعلات. وأهم حاجة من بعد هذه الجملة هذه شنو هي؟ سأعيد كتابة المعادلة ديالي. هنا بها أختم هذه الإجابة هذه، وغادي نكتب بأن هذا سي اش 3 سي او او اش اكو زائد اش 2 ليكي. وهنا غادي نستعمل سهمين، سي اش 3 سي او او هو زائد اش 3 بلس اكو.
هذا اللي نطلب منكم على هذا المستوى ديال الدرس. مع الأصدقاء والزوج الآخر سنحاول أن نعالج نفس الدراسة لكن باعتماد الموصلية أو المواصلة.